جميعا في إحياء هذه المناسبة العظيمة، ألا وهي مناسبة ضياء الكون وفخر الكائنات وسيد المخلوقات صلوات ربي وسلامه عليه الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، فأكثر من الصلاة والسلام عليه. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولد الحبيب صلى الله عليه وسلم، جاء الحبيب صلى الله عليه وسلم، أضاء الحبيب صلى الله عليه وسلم، فاستنار الكون بميلاده بمعتده صلوات ربي وسلامه عليه. جاء الكون، جاء الخليقة، جاء الأرض، جاء الإنس، جاء الجان، جاء المخلوقات كلها في القرن السادس الميلادي، وقد عم الظلام، ظلام الشرك والوثنية عم الأرض كلها، فأشرق النور وبزغ فجر الضياء الذي جاء يحمله إلينا كوكب بدر ليس كسائر البدور، إنه بدر الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. وبإلقاء نظرة سريعة على ما كان عليه العرب، على اعتبار أن حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم من العرب، وجاء قرآنه باللغة العربية، وهذا تشريف للعرب والعروبة، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. نلقي نظرة سريعة على الواقع الذي كان عليه هؤلاء العرب، ونقارنه بما آلت إليه أحوالهم بعد ميلاده، بعد بعثته صلوات ربي وسلامه عليه. جاء إلى العرب وهم قبائل متفرقة متناحرة، وما أشبه اليوم بالأمس، بالأمس الغابر الذي سبق نور الإسلام. عبس وطيب، أوس وخزرج، كنانة وقيس، هكذا كانوا يغيرون على بعضهم، يقتل بعضهم بعضا، وينشدون الأشعار يتفاخرون بقتل بعضهم وبسب نساء بعضهم البعض وبالاستيلاء على أموال بعضهم البعض، هكذا كانوا. كان الزعيم العربي، ما هو الإنسان العربي، الزعيم السيد، كانت أعلى أمانيه وأقصاها وأرفعها وأسماها أن يدخل على كسرى وقيصر ويقبل الأرض بين قدميهما، لأنه غير مسموح له أن يمس قدم كسرى وقيصر. يقبل الأرض التي تطأها قدم كسرى وقيصر ويكلمه، ويخرج يحمل هذا الفخار في قوسين طبعا بمقياسه، يحمل هذا الفخار يتيه به عزا ودلالا وسمعة وذكرا بين الناس. لقد دخلت على كسرى، دخلت على قيصر، كلمته وكلمني، وسألته وأجابني، ويحمل أبناؤه من بعده هذا الفخار إلى سنين وسنين طويلة. هذا هكذا شويحاني الزعيم العربي، هكذا كان وضعهم. إذا أردنا أن نتكلم عن الأوضاع الأخرى، فكانوا يأتون الفاحشة، فالزواج عندهم أنواع. الزواج المنتشر بيننا الآن هو الذي كان سائدا بين الأشراف، أما نكاح التي هناك أنكح ما أنزل الله بها من سلطان ويندى لها الجديد، الربا، السرقة، الغش، الزور، الربا، شوي فلم البعض للبعض، ما
ماذا يخطر في ذلك من فواحش، من موبقات، من شرور وآثام، كلها موجودة. لكن جاء الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، أمة لم يكن فيها كتاب واحد، لذلك هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. كتاب واحد لم يكن موجود، أول كتاب عرفه العرب هو كتاب الله القرآن الكريم. جاء هذا الكتاب، جاء الرسول محمد صلى الله عليه وسلم فأعلن حربا على القيم والمبادئ والمثل الفاسدة المنتنة العفنة القذرة النجسة التي كانت تعشش في الأذهان والأفهام، تعشش في القلوب والصدور، فأزالها من العقول، أزالها من القلوب والصدور، وأحل محلها مثل وقيم الضياء والنور، الحق والعدل والإيمان، مثل الإنسانية، مثل الكرامة، مثل العدالة. وبهذه المثل جعل النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبتوفيق الله له، جعل من هذه النفوس التي كانت في الأمس كان الواحد منهم يقتل أخاه من أجل شاة واحدة، يقتل أخاه بل يشعل حربا ضروسا بين قبيلتين ولعشرات من السنين لكلمة قالها. جاء هذا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم فجمع هذه القلوب بإذن الله، بإذن الله جمعها على وصهرها في بوتقة التوحيد، فأخرج منهم خير أمة أخرجت للناس. كان الواحد يقتل أخاه لكي ينال ما في يده. أما في ظل هذه الشريعة التي جاء بها الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، أخذ هذا الإنسان العربي المسلم يضحي بروحه لكي يحيا أخوه. وما القصة الشهيرة التي سمعتموها مرارا وتكرارا؟ وعند معركة اليرموك، عندما يروي أحدهم قائلا: خرجت أبحث عن ابن عم لي فوجدته بين القتلى وبه رمق وهو ينادي ما ما، قال: فأسرعت إليه وجئته بالماء، فلما أدنيت القربة منه لكي يشرب وإذ به يسمع صوتا ينبعث من القرب منه وهو أيضا ينادي ما ما، فيبعد فمه، الإرب صارت على تمه، ويبعد فمه ويقول: اسق أخي فإنه أحوج مني. قال: فذهبت إلى الثاني، فلما أدنيت منه الماء لكي يشرب وإذ به أيضا يسمع شخصا آخر مسلما ينادي ما ما، فأبعد فمه وقال: اسق أخي فإنه أحوج مني إلى الماء. قال: فأتيت الثالث، فلما أدنيت الماء من فمه لكي يشرب فوجدته قد فارق الحياة. فعدت إلى الثاني فوجدته قد فارق الحياة، فعدت إلى ابن عمي فوجدته قد فارق الحياة. ماذا فعل به محمد صلى الله عليه وسلم؟ ماذا فعل به؟ هل أتى لهم برؤوس جديدة؟ أتى لهم بقلوب جديدة؟ بآيات وأرجل جديدة؟ لا، منظومة القيم العفنة غيرها. وما أحوجنا نحن الآن إلى تغيير هذه المنظومة العفنة التي استولت فينا على القلوب والعقول. فبعد أن كنا نزرو بفخار أقدامنا نعالنا فوق تيجان الملوك، كانت أوروبا التي الآن علنا أبالستها يعلنون حربا تشويهية على الإسلام ونبيه الكريم. كانت هذه أوروبا لا تجرؤ
أن تقيم مسرحية واحدة عملا واحدا فيه انتقاص من رموز المسلمين. لم يكن يدعو بل كانوا يدفعون الجزية لخليفة المسلمين. دول أوروبا كلها هؤلاء هكذا كانوا. لكن كنا إما لما كنا عبيدا لله، لكن عندما أتينا وغيرنا محور عبوديتنا فتحولت من العبودية لله إلى العبودية للشهوة إلى العبودية المقيتة، لأن أصبحنا أذنابا للغرب وأتباعه، فصرنا إلى ما صرنا إليه، أصبحنا كرة تتقاذفها الأقدام، أصبح يتلاعب بنا، نتعرض للحملة تلو الحملة وبأموال المسلمين ودماء المسلمين وعرق المسلمين. والعبيد الخازن كنا مسلمين، لماذا يحل بنا ذلك؟ بما كسبت أيديكم، لم تتبعك على زيد وعلى عمر. الرسوم المسيئة في فرنسا على سبيل المثال، هناك بيننا أخطر منها. عندما نجد شابا مسلما اسمه محمد، عبد العزيز، عبد الله، سعيد، وأم فاطمة أبو أحمد على سبيل المثال، وهو لا يصلي، وهو لا يصلي مسلم لا يصلي، ما عرفها التاريخ، ما عرفها التاريخ. فالرسوم المسيئة في فرنسا هذا شوي أذن تآت إلى الإسلام من الخارج، لكن هذا الشاب المسلم التارك للصلاة وهذه الفتاة المسلمة التي شوي هتكت ستر ربها ولم تلتزم بعشتها، أذاه وأذاها ينقض الإسلام من الداخل، وشتان ما بين الأذى الآتي من الخارج والأذى الثمين الآتي من الداخل. فالأذى الخارجي أخطر وأسرع تهديما. لذلك كلنا يحفظ الآية: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. ليش؟ لأن المنافقين يعيشون بين المسلمين، يطلعون على عوراتهم على أسرارهم، فخطرهم أدهى وأمر من الكافرين. وهؤلاء تاركوا الصلاة، تاركوا الزكاة، تاركوا الصيام. هو في بعض من شبابنا برمضان بيروع على لبنان، مشان إيش؟ بضيف برميل، ليش يعني رب سوريا ضمه رب لبنان؟ تصور. فمثل هذا الإنسان شو بدي تصور منه؟ وبالتالي الدواء الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم دواء ساري مفعول. هناك في الصيدليات دواء بتوزع الشركة، بعد فترة تقوم ما تبقى منه شو بيساوي فيه؟ باسترداده، بسحبه. ليش؟ لأن صلاحيته قد انتهت. أما الدواء الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فهو ساري المفعول وإلى قيام الساعة. لذلك إن رمنا العزة، إن أردنا أن نعود إلى سالف عهدنا، فما علينا إلا الدواء أن نعود إلى الالتزام بما أمرنا الله، نكون عبيدا لله مباشرة، نعلو. وهذا قرار الله مقرري، قرار الله مقرري، هذا ولا قراركم. الله ماذا قال؟ قال في سورة آل عمران: وأنتم الأعلون، وأنتم الأعلون، لكن بقى بشرط. ما هو؟ إن كنتم مؤمنين. إن كنتم مؤمنين، أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وإلا إن لم تكونوا مؤمنين فستكونوا الأسفلين. وهذا أمر شوي ملاحظ.
ونحن بهذا لا نتهم كل الأمة، فهناك نقول بيننا في هذا الزمان رجال، والله إنهم رجال، ولكلنا للكلمة من نعمة يرضى الله ورسوله عنهم، ولكن الكفة لمن ترجع؟ لصالح من؟ لأهل الصلاح أم للصنف الآخر؟ الله يعافينا، الله يعافينا، ونسأله سبحانه أن يمن علينا جميعا بتوبة صادقة حتى نعود إلى منهاج ربنا، ونعود إلى سددنا وعزنا الذي افتقدناه بتقصيرنا، بإعراضنا عن أوامر ربنا. صار كل واحد منا بده يتفهمن، بده الإسلام على كيفه، مثل ما بيفهموا بده الإسلام هيك، وإن أتيته بدليل ما بيعجبه. أنت شو فهمك؟ هو ما بيعرف إلا صدر، صار لا أبو حنيفة يعجبه ولا الشافعي ولا من يحزنون. علم الأعلم. لذلك رأي الله يعافينا شكرا وصار فينا، نسأل الله عز وجل بقول عليكم أن يرزقنا حسن العودة إليه، إلى شرعه، إلى كتابه، وبالتالي نقول لنستغل ولنتخذ من هذه المناسبة، مناسبة ميلاد الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، فرصة محطة نستذكر فيها هذا العزة الذي جاءنا بها هذا النور، فنعود إليه إن شاء الله. وبالتالي عندما يرى الله تعالى منا الصدق والإخلاص، وما ذلك على الله بعزيز. ترى ما بدنا نحن لا 100 سنة ولا 200 سنة، مباشرة بصير فوق، مباشرة. لا تفكر والله أوروبا إلى 30 سنة حتى صار، لا، وهم يعلمون ذلك، وهم يعلمون ذلك، ونحن عائدون بشركم رغم كتشها، نحن عائدون لقيادة العالم، شاء من شاء وأبى من أبى، بدأ يسدد يسدد وبدأ لا يسدد يسدد. وهذا كلام كلام الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وكلام الله في القرآن. أعجبكم الآية مسكر في بالي، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وهذا في زمان سيدنا عيسى الذي ينزل وسينزل قريبا في بلادنا في دمشق، وهذا ما سيتحقق. اللهم اجعلنا يا رب من الذين يستمعون القول فيتبعون احسن. وعنوني اقرت عليكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. جزاكم الله خيرا فضيله الشيخ شيخ واصل. طبعا يعني عندما تكلم عن العدو الداخلي والعدو الخارجي، قال والعدو الخارجي اشد خطرا، اي هو كما قلت لك العدو الداخلي يعني هو قصدي. فجزاه الله خيرا. ايضا عندما تكلم عن الصيدليه وان الدواء شركات دواء تجي تاخذها، اخونا الاستاذ احمد حبال حمال القرعه عطى دانا ميت لانه هو يدفع الدواء. اردت من هذا المشهد يعني انه هو جاوبه للشيخ واصل اي مضبوط يشيلوه به، ان ناخذ منها انه عندما يذكر الشيء الذي نختص به تجد ان الاسماع تتشنف. فاذا قلنا الان يا عمال الحجر يعني عميل الحجر، راح يصغي عمال الحجر اكثر من غيره. الان اقول لكم يا احباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقول نحتفل بهذا المولد فنوجه قلوبنا الى الله ونحب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، ولتعمر قلوبنا بكثره الصلاه عليه، عوده الى اخوتنا المنشدين جزاهم الله عنا كل خير.